هل سبق وتخيلت كيف سيكون شكل نظامنا الشمسي إذا قمنا بتغيير مواقع الكواكب؟ ماذا لو كانت الأرض مكان المريخ أو المشتري بجوار الشمس؟ في هذه الحلقة سنقوم بإعادة ترتيب الكواكب في نظامنا الشمسي بطرق غير تقليدية، ونتعرف على النتائج المدهشة التي قد تحدث. ما رأيكم بتغيير الأمور قليلاً؟ في العموم، نظامنا الشمسي موجود منذ مليارات السنين، ووجوده في الحقيقة أصبح مملاً بعض الشيء لنا. ولذلك ماذا لو قمنا بتغيير مواقع الكواكب؟ ماذا لو كان المشتري بجوار الشمس؟ أو ماذا لو تبادلت الأرض موقعها مع المريخ؟ اليوم سنقوم بإعادة ترتيب الكواكب في نظامنا الشمسي من الأكبر إلى الأصغر، ثم نعكسها لتكون من الأصغر إلى الأكبر. لكن كيف سيؤثر ذلك على الأرض؟ وهل سيكون لدينا كوكب جديد نتخذه موطناً لنا؟ هنا قناة ماذا لو؟ وإليكم ما سيحدث إذا تغيرت مواقع الكواكب. إذا كنت ترغب في خسارة 10 كيلوغرامات من وزنك ولا تستطيع فعل ذلك، فنحن نقدم لك الحل. مرحباً بك في المنتجع الرياضي الأمثل والوجهة النهائية للذين يرغبون في إنقاص وزنهم مع الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة في تركيا. يضمن لك المنتجع خسارة 10 كيلوغرامات من وزنك خلال شهر واحد فقط، كما يضم العديد من المرافق عالية المستوى، ويوفر الكثير من الأنشطة الرياضية مثل الاستمتاع بلعبة البادل في ملاعبها المثيرة، بالإضافة إلى صالات الألعاب المجهزة بأحدث الأجهزة وملاعب كرة القدم الكبيرة وحمامات السباحة الرائعة. يمكنك التسجيل باستخدام الكود الحصري الخاص بنا لتحصل على خصم للاشتراك. يمكنك إيجاد الكود والمزيد من المعلومات في قسم التفاصيل أسفل الفيديو. فماذا تنتظر يا صديقي؟ اغتنم فرصتك الآن. لنبدأ على بركة الله. أولاً، لنلقي نظرة على ما سيحدث إذا تم ترتيب الكواكب من الأكبر إلى الأصغر بدءاً من الشمس. حسناً، هذا التكوين لديه مشكلة كبيرة، لكن قبل أن نخبرك ما هي، لنلقي نظرة على كيفية ترتيبها من الأكبر إلى الأصغر. نبدأ إذن بالمشتري الذي يعتبر الجد الأكبر في نظامنا الشمسي، الذي يزيد حجمه ضعف حجم جميع الكواكب الأخرى. سنقوم الآن بنقله من موقعه الحالي إلى مكان عطارد، ليصبح على بعد أقل من عشر المسافة الأصلية من الشمس. هل تعتقد أن هذه الفكرة جنونية؟ حسناً، يخبرنا علماء الفلك الذين يدرسون الكواكب الخارجية أن هذا ليس غريباً، لأن الكواكب الغازية الكبيرة الأخرى التي تدور بالقرب من نجومها تسمى بالفعل المشتريات الساخنة. الآن عندما يجلس المشتري في مدار عطارد، ستتغير الأمور بشكل كبير. فالرحلة التي كانت تستغرق 12 عاماً حتى يكمل المشتري دورته حول الشمس، ستستغرق الآن 90 يوماً فقط. ونتيجة لذلك سترتفع درجة حرارته إلى حوالي 167 درجة مئوية، مما سيؤدي إلى تسخين غلافه الجوي الغازي وتضخمه. ولكن السؤال هنا، ماذا سيحدث لأقمار المشتري؟ حسناً، قد تبدأ طبقات الجليد في الأقمار جانيميد وكاليستو ويوروبا في الذوبان، مما يؤدي إلى تكون بخار الماء وكشف المحيطات تحتها التي لن تدوم طويلاً جراء حرارة الشمس الشديدة التي ستجعل مياه هذه المحيطات مبخرة بالكامل. وهنا، إذا كانت هناك أي حياة في محيطات كوكب يوروبا، فقد ترحب بالدفء المؤقت، لكنها سرعان ما ستدرك أن الأمور أصبحت حارة جداً ولا تحتمل. في المركز الثاني خلف المشتري سيكون زحل، الكوكب الغازي العملاق الذي سيأخذ مكان الزهرة، المكان الذي سيزيد من حرارته وتغيير مناخه بالكامل، حيث ستتغير درجة حرارة زحل من 140 درجة مئوية تحت الصفر إلى 55 درجة مئوية. وعلى إثر هذه الحرارة المرتفعة والإشعاع القادم من الشمس، ستختفي كل حلقات الكوكب، ولكن قد تبقى بعض الصخور الموجودة في الحلقات، لكن جزيئات الجليد ستذوب والغبار سيتطاير بفعل الرياح الشمسية. ولكن من يدري،
فربما تتفاعل المجالات المغناطيسية لكوكب زحل مع نظيرتها في الشمس التي من شأنها أن تشكل أنماطاً جديدة تماماً. حسناً، الآن نصل إلى المركز الثالث والذي يعتبر أفضل مكان في نظامنا الشمسي، والذي يدعى علمياً منطقة الجولديلوكس. ولسوء الحظ هنا، لم يعد كوكب الأرض يحتل هذا المكان نظراً لترتيبه من حيث الحجم مقارنة بغيره، ولذلك سيكون كوكبنا الجديد الذي سيحتل المركز الثالث كوكب أورانوس، الذي يستغرق 84 عاما للدوران حول الشمس، لكن هنا وفي الموقع الجديد له سيختصر دورانه إلى عام واحد فقط من أعوامنا. وعلى إثر ذلك يا أصدقائي، سيستمتع أورانوس بخيوط الشمس الهادئة على سطحه. ولكن السؤال هنا، هل سيحول الموقع الجديد ذلك الكوكب الجليدي إلى كوكب صالح للحياة؟ جميعنا نعلم يا أصدقائي أن أي كوكب يسبح في هذا الكون يجب أن تتوفر بداخله ثلاثة شروط على أقل تقدير ليكون صالحاً للحياة، وهي الماء، الجزيئات الكربونية، ومصدر للطاقة، أليس كذلك؟ إذن لنبدأ بالشرط الأول وهي الحياة. فموقعه الجديد الذي يجعله عرضة لأشعة الشمس قد يحول الجليد في غلاف أورانوس الجوي إلى ماء سائل، ولذا يمكننا وضع علامة على ذلك في القائمة. أما بالنسبة للجزيئات الكربونية فهي موجودة بالفعل في الغلاف الجوي الجليدي لأورانوس على شكل ميثان وأمونيا، وفي موقعه الجديد الأقرب إلى الشمس سيكون هناك الكثير من الطاقة المتاحة، لذا يبدو أن كل ما نحتاجه متوفر. لكن تمهل يا عزيزي، فالأمر ليس بهذه السهولة فحسب. فكوكب أورانوس تحديداً لديه ضغط جوي عال للغاية ويفتقر إلى السطح الصلب، لذا فإن احتمالية أن يصبح هذا الكوكب الجليدي بديلاً عن كوكب الأرض ضئيلة جداً ولا تتجاوز نسبتها 2%. فلربما تكون أقمار أورانوس مكاناً أفضل للحياة عليه، أو ربما تتحسن الأمور لأورانوس ذاته بعد بضعة مليارات من السنين. نعم، صدق ذلك، فقبل مليارات السنين لم تكن الأرض الكوكب الأكثر صلاحية للحياة. نعم، ولكن اليوم لن أغوص في هذه الجزئية، فليس لدينا الوقت الكافي لذلك، لأن لدينا المزيد من الكواكب لنطلع عليها. في المركز الرابع لدينا كوكب نبتون ليملأ مكان المريخ. باختصار، إن نقل هذا الكوكب الجليدي بالقرب من الشمس سيؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته بشكل كبير مما هو عليه الآن. تخيل أن حرارته ستتحول من 214 درجة مئوية تحت الصفر إلى ما يقارب 75 درجة تحت الصفر. بالإضافة إلى ذلك، سيسمح موقعه الجديد بأن يختصر مدة دورانه حول الشمس، وستتحول من 165 عاماً من أعوام الأرض إلى أقل من عامين. ولكن عليك أن تعرف شيئاً آخر أيضاً، هو أن كوكب نبتون يا أصدقائي معروف منذ مئات السنين بعواصفه العنيفة على سطحه، ولذلك فإن زيادة الحرارة والطاقة التي سيحصل عليها من قربه من الشمس قد تؤدي إلى ازدياد عواصفه سوءاً. الآن دعنا نتحدث عن المشكلة الكبيرة التي كنت أشير إليها في البداية، بأن هذا الترتيب الجديد للكواكب سيكون مزعجاً جداً، والسبب أن هذا الترتيب جعل أربعة كواكب كبيرة مكدسة في مدارات قريبة جداً من بعضها البعض. فعندما ستدور هذه الكواكب الكبيرة حول الشمس ستؤثر بقوة جاذبية هائلة على بعضها البعض، وقد يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار النظام الشمسي، مما سيؤدي إلى تدمير نظامنا بالكامل. وحتى إذا لم يحدث ذلك، فإن شيئاً مرعباً سيحدث أيضاً في هذا النظام الشمسي المعاد ترتيبه من الأكبر إلى الأصغر. ففي هذا الترتيب الجديد ستكون الأرض الكوكب الخامس من الشمس، وستكون محشورة بين نبتون والزهرة، ولذلك فمن المرجح أن تدور الأرض حول نبتون بسبب قربها منه، لنصبح في هذه الحالة القمر الخامس عشر لهذا الكوكب.
إنه سيناريو مرعب، أليس كذلك؟ ولكنه منطقي للغاية، لأننا أساساً ابتعدنا كثيراً عن الشمس، ولم يعد كوكبنا يحصل على الطاقة الكافية، وعلى إثر ذلك أيضاً ستتجمد المياه على الأرض وتنقرض جميع أشكال الحياة بما في ذلك أنت، وقد تكون المخلوقات الوحيدة القادرة على الصمود هي تلك التي تعيش داخل فتحات الحرارة العميقة في البحر التي يتم تسخينها بواسطة نواة الأرض كسمكة الحلزون فقط. حسناً، بعد الأرض يأتي كوكب الزهرة، ثم المريخ، ثم عطارد. ففي هذه المسافة البعيدة عن الشمس يا أصدقائي ستنخفض درجات الحرارة بشكل كبير على الكواكب الثلاثة، كما ستزداد سحب الزهرة الكبريتية مكونة أمطاراً حمضية وجليداً، ولكن ليس جليداً كالذي تعرفه وتضعه في مشروبك، بل إنما جليداً من حمض الكبريتيك وثاني أكسيد الكربون. وعلى إثر ذلك سيتحول كلا من المريخ وعطارد اللذان يتمتعان أساساً بغلاف جوي ضئيل أو معدوم إلى صندوقين جليديين باردين يدوران حول الشمس. نعم، كما سمعت، في الحقيقة أعلم أن ما أقوله الآن لا يبدو رائعاً بالمطلق، ولذلك ماذا لو رتبنا الكواكب بالترتيب التصاعدي بحيث يكون الأصغر أقرب إلى شمسنا؟ في هذه الحالة سيكون عطارد الصغير والحار في المركز الأول. نعم، تماماً كما هو الحال اليوم. حتى الآن كل شيء جيد. في المركز الثاني سنجد المريخ، حيث سيمنحه مكانه الجديد درجة حرارة متوسطة تبلغ 32 درجة مئوية، مما يشبه يوماً حاراً هنا على الأرض. ومع ذلك قد تتبخر أي مياه سطحية موجودة، وسيتم إطلاق ثاني أكسيد الكربون من الجليد والتربة. فهل سيؤدي ذلك إلى تكوين غلاف جوي أكثر سمكاً؟ ربما لا، حيث من الممكن أن تقوم الرياح الشمسية القوية بتجريد الغلاف الجوي. لذلك يبدو أن المريخ لن يصبح أكثر صلاحية للسكن بفضل هذه التغييرات. حسناً، وصلنا الآن إلى المنطقة التي يمكن أن تكون صالحة للسكن، حيث سيكون كوكب الزهرة في المركز الثالث ضمن ما يعرف بمنطقة جولدلوكس. ولكن هل تعتقدون أن كوكب الزهرة يمكن أن يوفر ظروفاً مثالية للحياة؟ للأسف لا يبدو الأمر كذلك، والسبب أن كوكب الزهرة سيبرد قليلاً لكن ليس بما يكفي للحفاظ على الماء السائل الضروري للحياة. الغلاف الجوي للزهرة يحتوي على كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، مما يسبب ارتفاعاً في درجات الحرارة، ما يجعل طقسه حاراً جداً. كما أن الزهرة يفتقد أساساً للمياه، كما أن كمية بخار الماء في غلافه الجوي ضئيلة. حتى لو افترضنا أن مذنباً ضربه ووفر الماء من باطنه، فإن الحرارة الشديدة ستبخر هذا الماء بسرعة، لذلك من غير المحتمل ظهور حياة على الزهرة. والآن ماذا عن كوكبنا؟ الأرض. الأرض ستكون في المركز الرابع، مما يعني أننا سنحصل على نصف كمية ضوء الشمس التي نتلقاها اليوم، وهذا يعني أننا سنتجمد، فقد تبقى بعض الكائنات في بعض الأماكن المحدودة، لكن البشر لن يكونوا قادرين على البقاء، وبدون وجودنا في الموطن الذي يمكن العيش فيه، فإن الأرض لن تكون كما نعرفها اليوم. وفيما يتعلق بالكواكب الأخرى، فسيحتل المركزين السادس والسابع زحل وأورانوس، اللذان سيتبادلان الأماكن، حيث يدخل أورانوس ويخرج زحل، ولكن هذا التغيير ربما لا يؤثر كثيراً بحكم أنهم أساساً هم قرب مواقعهم الأصلية، ولكن القضية قد تختلف تماماً عند جد كواكب مجموعتنا الشمسية المشتري، الذي سيبتعد من المركز الخامس إلى المركز الثامن، مما يجعله أبعد 6 مرات عن الشمس مقارنة بما كان عليه سابقاً. هذا التبديل سيؤدي إلى تغييرات كبيرة، حيث ستستغرق السنة على المشتري حوالي 14 مرة أطول من السابق، وستتحول السنة الواحدة من 12 سنة أرضية إلى 150 سنة. ورغم ذلك سيظل غلافه الجوي من الهيدروجين والهيليوم كما هو تقريباً.
الأمر الغريب هو أن جاذبية المشتري بعيداً عن الشمس ستؤثر على النيازك والكويكبات التي تدور حول النظام الشمسي الخارجي، لذلك فإن جاذبيته الكبيرة ستقوم بجذب الأجرام السماوية وقذفها نحو النظام الشمسي الداخلي، مما سيؤدي إلى قصف شديد مشابه لما شهدناه في بداية تكوين النظام الشمسي، كما ستتعرض الكواكب لضربات من الكويكبات أكثر بكثير مما يحدث الآن. بصراحة يا أصدقائي، أنا سعيد لأن الكواكب ليست مرتبة حسب الحجم من الكبير إلى الصغير أو العكس، لأن ذلك لن يكون مفيداً للأرض إطلاقاً، ففي كلتا الحالتين ستتجمد الأرض وتفنى الحياة على سطحها. والآن هل تساءلت كيف وصلنا إلى ترتيب الكواكب الحالي في نظامنا الشمسي؟ قبل 4.6 مليار سنة بدأ نظامنا الشمسي ككتلة ضخمة من الغاز، انهارت بعض أجزاء هذه الكتلة بفعل الجاذبية لتشكل الشمس، بينما تجمعت الأجزاء الأخرى لتكون الكواكب. كان هناك الكثير من الغاز والغبار حول الشمس، والذي تركز في قرص دوار كثيف. تأثير دوران هذا القرص سحب الكواكب الصخرية الصغيرة مثل عطارد، الزهرة، الأرض والمريخ نحو الشمس. أما بعيداً عن الشمس، فقد تكثف الغاز والجليد لتكوين المشتري، زحل، نبتون وأورانوس. ولكن قبل 3.8 مليار سنة حدثت مرحلة تحول أخرى، حيث تزامنت مدارات المشتري وزحل لفترة وجيزة، مما خلق عدم استقرار في النظام الشمسي. ولمواجهة هذا الاضطراب تغيرت مواقع الكواكب، إذ هاجر المشتري نحو الداخل، بينما هاجر زحل، أورانوس ونبتون نحو الخارج. وبعد بضعة ملايين من السنين استقرت الأمور، حيث أخذت الكواكب مواقع مشابهة لما هي عليه اليوم. بغض النظر عن كيفية حدوث هذا، أنا سعيد بأن الأرض انتهت من منطقة جولدلوكس، وبناءً على ذلك لا يبدو أن أياً من الكواكب الأخرى يمكن أن يكون ملائماً لاستضافتنا نحن البشر، حتى لو كانت هذه الكواكب في المكان الصحيح. الآن ماذا لو أصابت الأرض فجأة كارثة مثل بركان ضخم يمكن أن يدمرها؟ في هذه الحالة يا أصدقائي، قد يصبح البقاء في منطقة جولدلوكس أقل همومنا. وبالنظر إلى كل ما سبق، نرى أن الكون ينظم بطريقة دقيقة لا تصدق. كيف يمكن أن يكون كل شيء متوازناً بهذا الشكل الرائع إلا بفضل عظمة الخالق؟ تأملوا يا أصدقائي في نظام الكواكب وتوازنها، وكيف حفظ الله الأرض في منطقة جولدلوكس؟ ألا يثير ذلك الدهشة والإعجاب؟ فلنتذكر دائماً أن الله هو الذي يدبر هذا الكون، ولنشكر نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ختاماً، إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا كتابة آرائكم في التعليقات والإعجاب بالفيديو. انتظرونا في فيديوهات قادمة مليئة بالإثارة والتشويق على قناة ماذا لو؟ شكراً لمتابعتكم.